مساء الخير للجميع. هذه المحاضرة الثانية اللي سيتم إعطائها لمراجعة عامة لمادة الآلات الكهربائية واحد، ويعني اختصارا للوقت يعني عملت بعض السلايدز واستعنت بالسلايدز اللي عملها الصدام في تدريسها للمساق في الفصل اللي فات على أساس إني اختصار للوقت فقط. السلايدز هذينا من إعدادي وإعداد الأستاذ صدام ربروط، ولكن المحاضرة نلقي فيها أنا الدكتور عمر العبيدي أو عمر محمد. أتمنى أنك أنت بس المحاضرة هذه تأخذها كجايد لاين لك أنت، يعني تبي لك أنت توا مجهود شخصي أنك أنت قبل ما تدخل امتحان كفاءة تبدله في المراجعة، هذه مراجعة عامة تعمل لك ريفرش موتيفيشن، تنشط الذاكرة عندك من بعض المعلومات المهمة اللي أنا أي إكسبكت إن هم ممكن حيسألوك فيها. ولكن بغض النظر عن المحاضرة هذه، بعد المحاضرة هذه أنت يعني تحتاج إنك أنت تراجع النوت بتاعك. تمام، let's go. بخصوص يعني بخصوص المادة، عندنا احنا 4 شابترز، اول حاجة الماجنتيك سيركتس، الترانسفورمرز، الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن، وال دي سي ماشينز. اختصارا للوقت اي ويل سكيب ذا شابتر 3 اللي هو الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن، وهو موجود في لينك على قناتي على اليوتيوب، اذا حد منكم انه يراجع او هيك موجود في لينك ومراجعة مستفيضة. anyway معظم الأسئلة اللي جل في امتحان الكفاءة لا أتوقع أنها جل منا، لأن شابتر معقد جدا وعدد قليل جدا من الدكاترة يغطوا فيه أصلا في المنهج، فبالتالي نحن حنكتب فيه. وI believe إنه هو most of the exam if materials are brought from electric machines one should be brought from these three chapters. علاوة على إن الوقت، على أساس إني أنا نعطيك وقت ونساعدك فيه، بالتالي تكون محاضرة شاملة في نفس الوقت يعني وقتها منطقي لا تأخذ أكثر من وقت. anyway عندنا تو نحن بنأخذ الماجنتيك سيركت. الماجنتيك سيركت من الدوائر المغناطيسية. الدوائر المغناطيسية لها قوانين يحكمن فيها يعني مشابهة للقوانين اللي يحكمن في الدائرة الكهربائية، بمعنى أن مثلا الفلكس يمشي في الماجنتيك سيركت نفس ما يمشي التيار في الإلكتريك سيركت. الإلكترومغناطيسي EMF electromotive force في الإلكتريك سيركت بنظرها الماجنت موتيف فورس أو القوة الدافعة المغناطيسية في الماجنتيك سيركت، وهكذا. لو نقرأ الكلام هذا، four basic principles describe how the fields are used in electric machines. لو نقرأ الكونسبت الأول، the current carrying wire produces a magnetic field in the area around it. على حسب قاعدة الجملة، لو في تيار مار في كوندكتور حيطلع خطوط شدة مجال مغناطيسي حواليه. خطوط شدة مجال المغناطيسي هذين يعتمد على قيمة التيار المار في السلك هذا أو في الواير هذا، بالإضافة إلى عوامل ثانية وطول السلك وهكي. ولكن زي ما قلت لكم أنتوا أن هذا كونسبت مهم جدا ويتم وصفه عن طريق قانون أمبير. الكونسبت الثاني A time changing magnetic field induces a voltage in a coil of wire if it is passing through that coil. This is the basis of transformer action. تمام. طبعا عملية الاندكشن لا تتم على الدي سي، المقصود بها هنا تتم فقط على الاي سي. ليش؟ لان على حسب قانون فاراداي ال V حيساوي N dphi by dt. فلو ان الفلكس ثابت مش هيحتاج اي جهد، لو ان الفلكس متغير مع الزمن هيحتاج جهد. الكونسبت الثالث A current carrying wire in the presence of magnetic field has a force established on it. عندنا نحن سيار مار في كوندكتور، والكوندكتور هذا مغمور في مجال مغناطيسي، الكوندكتور هذا حيكتسب قوة ميكانيكية، هذا قوة لورنتز أو electromagnetic torque. A moving wire، concept الرابع، A moving wire in the presence of magnetic field إذا تم تحريك سلك أو كيبل في مجال مغناطيسي أو في خطوط فيض حيحتفظ جهد. ليش؟ مهما كان الجهد هذا سواء كان AC ولا DC. ليش؟ لأن تحريك عملية التحريك هذه للواير هذا
تجعل من الماجنتيك فيلد يبدو وكأنه متغير مع الزمن حتى ولو أن دي سي. يعني لو أنك أنت خضيت واير وقعدت تتحرك في فلكس دي سي حيحتاج جهد، على الرغم من أن الفلكس هذا دي سي ولكن الواير هذا مش ثابت يتغير. فما البوينت اللي قاعد على الواير هذا مرة تشوف الفلكس مرة ما تشوف شيء، فبالتالي حيحتاج جهد وهكذا. هذا اختصارا لقانون أمبير. بإمكانك أنك تستعمل قاعدة في اليد اليمنى أنك أنت تأخذ يعني تعرف اتجاه الماجنتيك فيلد بالنسبة لاتجاه التيار، وهو عبارة عن محصلة التيارات اللي موجودة في الكلوز باث اللي موجود هنا I1 I2 نقص I3 نقص ما هنا على حسب اتجاهات التيارات. العلاقة ما بين الـ B والـ H اللي هو الـ Flux Density والـ Magnetic Field Intensity تم وصفها عن طريق المعادلة التالية. الـ B حتساوي ميو في الـ H Permittivity وتساوي ميو R ميو زيرو تساوي ميو R ميو زيرو في الـ H اللي هو الماجنتيك فيلد انتنسيتي. طبعا عندنا هنا بالنسبه للكونسبت هذا يختلف بالنسبه للفري سبيس البيرميبيليتي. انا اسف انا ذكرت انا البيرميتيفيتي هي بيرميبيليتي. بيرميبيليتي حتكون يعني ثابتة بالنسبة للفري سبيس فقط، ولكن حتكون متغيرة بالنسبة للمواد الثانية، حتكون برضو متغيرة على حسب قيمة الـ V والـ H. حتكون العلاقة بيناتهم نان لينير في حالة في عند قيم معينة، وحتكون لينير في عند في ريجن معينة. فبالتالي في اتنشن للكونسبت هذا لأنه يربط لك العلاقة ما بين الـ V والـ H. طبعا بالنسبة للـ V مع تغير المادة ما يتأثرش قيمة واجد، ولكن اللي يتغير أكثر هو الاتش على حسب الماجناتيك سيركت. لو أن عندنا ماجناتيك سيركت يمر فيها فلكس، الفلكس هذا ماشي عن طريق فيرو ماجناتيك ماتيريال وبعدها اخترقها ومشال الإيرجان، الفلكس هذا ما يتغيرش واجد، حيكون تغير طفيف جدا في الفلكس. ولكن من أنت مشيت في الاتش في الفيرو ماجناتيك ماتيريال وبعدها طلعت على الفري سبيس ولا طلعت على هواء، حيتغير قيمته الاتش بشكل كبير جدا، لأن الميو تغير في قيمة الاتش مش تغير في قيمة الحاجة الأخرى المهمة اللي أنت مفروض تعرف عليها اللي هي Iron Losses في Magnetic Core ولا في Magnetic Circuit. Iron Losses ينقسم إلى قسمين مهمات، ألا وهي Hysteresis Losses فقد التخلفية و Eddy Current Losses فقد التيارات الدوامية. بالنسبة لفقد التخلفية هنا لو قضينا بالنسبة للHole Cycle هنا بدينا مثلا من هنا عند السايكل الاولى عند نصف السايكل الاولى حيمشي التيار الى نصف السايكل ويوصل الماكسيموم، حتمشي العلاقه ما بين البي والاتش هنا لعند النقطه اي. من لما يرجع التيار لعند صفر مش هياخذ نفس المسار هذا، هياخذ مسار ثاني، حيمشي لعما يصفر الاتش مع تصفر مع ايش مع انعدام التيار هنا، يعني حتوصل صفر قيمة الـ H مع وصول قيمة التيار صفر هنا اللي أنا يتناسب معه بشكل مباشر، ولكن الـ B حيكون فيه له قيمة. هو تقول لي كيف ما B تساوي ميو في الـ H؟ لا، نقول لك هذه العلاقة هذه راهي نان لينير، وهذه عبارة عن ريزنتيفيتي ولا ريزيدوال فلكس دنسيتي يعني موجودة في الماجناتيك كور. لما يدخل في الـ السايكل الثانية اللي هي بالماينس هيمشي في الريجن الثانية هنا لعما تطلع ماجنتيك فيلد او اسف فلكس دنسيتي ثانية تبدأ تكنسل في الريزيدوال فلكس دنسيتي اللي عم تصفرها، بل ما تكتفش بالشيء هذا بس، وانما توصل عند النقطة اي مع وصول التيار هذا للماكسيمم. مع رجوع التيار الى صفر من جديد هترجع لعما يصفر قيمة الاتش الى النقطة اس. بعد ما تبدأ السايكل الثانية هتمشي لعند ترجع الى نقطة اقل من النقطة الثانية اللي هي اي داش هنا، مش اي حتصل عند نقطه ثانيه اي داش. انا هذا يقولوا لها هيستريسس لوب، ليش سموها تخلفيه؟ لان يعني البي دائما متاخره او متخلفه عن الاتش سواء في الظهور او في الزوال. يعني هنا صفرت قيمه الاتش قبل ما تصفر قيمه البي، ونفس الشيء هنا، يعني هنا قاعده صفر
وبعدها الاتش قعدت كانت بالماينس وبعدها قعدت بالماينس خلفها البي وهكذا. يعني دائما البي تحاول اللحاق بالاتش. على شيء يقول لك هاي السلف دخلوا فيها. تمام. بالنسبة للإي دي كرنت طبعا هذا لأن طبعا خلينا نشوفه أنا بس ليش في هاي السلف نص؟ لأن مع مرور التيار ورجوعه مع مرور التيار ورجوعه من جديد يعني من مشاة التيار لعند الماكسيموم بعد رجع لعند الصفر مشاهدة لعند النقطة A بعد رجع لعند النقطة C يعني مشاة في الكور دخل في الكور وطلع منه وما زال في residual flux density. residual flux density هذه تسبب heat داخل الكور وتسبب في losses يعني الانرجي اللي ماشية والانرجي اللي راجعة مش نفسها فبالتالي حيكون فيها يسترسل الـ AD current losses. هذا لو ان عندنا احنا magnetic field او flux density ماشية في الكور الفلكس دنسيتي هذه متغيره مع الزمن حيحتاج جهد هنا في الكور لان الكور اي نعم هو صح ماده مغناطيسيه ولكن لا يمنع انها تكون موصل كهربائي اصلا في حد ذاته فبالتالي حيحتاج جهد ويمر تيار. التيار هذا بطبيعته يكون دوامي بالشكل هذا دواري هيك بالشكل هذا فنحن عشان نقص قيمه التيار هذا او نعدمه ما تستعد ما انت ممكن تقدر تنقصه فقط الى تعمل مينيمايزيشن كيف عن طريق شنو عن طريق ان نعمل لامينيشن للكور بتاع الاي دي كرنت واللامينيشن هذين معزولات عن بعض بحيث انها تقعد كانها اوبن سيركت بالنسبه للتيار فيحتاج تيار هنا يعني حيقعد في تيار دوامي هنا مثلا داخل هذه تيار دوامي هنا تيار دوامي هنا ولكن تيارات صغيره جدا مقارنه بالتيار اللي هو الدوامي لو ان الكور هذا مصمت وهكذا. طبعا عندنا نحن يعني هذين نعرفوهم ان مع بعضهم يقولوا لهم كور لوسز والله يعني ايرون لوس. بالنسبه للترانسفورمر الترانسفورمر يستعمل في مبدا الاندكشن الترانسفورمر يستعمل في مبدا الاندكشن اللي هو مبني على قانون فاراداي العالم العظيم اللي هو مايكل فاراداي العالم الانجليزي الكبير مايكل فاراداي مش هو اللي اخترع الترانسفورمر لا ولكن هو اللي اعطانا قوانين اهلا انك تصنع ترانسفورمر اكوردنج تو ذا. بالنسبة للقانون بتاعه قلنا ان دي فاي باي دي حتساوي دي فبالتالي لو احنا حطينا كور مثلا ولفينا بعدد لفات معين مختلف ان واحد وان اثنين سواء ان واحد اكبر من ان اثنين في الستيب داون ترانسفورمر والله الان اثنين اكبر من ان واحد في الستيب اب ترانسفورمر ومر تيار الترنيتنج كرنت هنا الترنيتنج كرنت هنا على حسب قانون امبير حيأسس ماجنتيك فيلد انتنسيتي. الماجنتيك فيلد انتنسيتي حيتأسس معها فلكس وفلكس دنسيتي. الفلكس هذا لان الترنيتنج حيمشي بالجهه الثانيه او السكندري حيحتاج جهد هنا على حسب قانون فاراداي وحيمر تيار لو ان الدائره بتاع السكندري كلوزد. الترانسفورمر وظيفته انه هو يغير في المستوى بتاع الجهد ومع تغير مستوى الجهد سواء كان ستيب اب لغرض تقليل التيار او ستيب داون لغرض تقليل الجهد يعني حيكون له فوائد عظيمه. بالنسبه لل الاوفر هيد لاينز مثلا لو عندك انت باور بلانت موجوده في منطقه مقطوعه او منطقه نائيه الباور بلانت هذه من لما يطلع منها جهد حترفع انت الى فيري هاي فولتج ولا اكسترا هاي فولتج فبالتالي من لما ترفع الى هاي فولتج ولا اكسترا هاي فولتج حيكون التيار قيمته قليله جدا وتقدر تبعث الباور هذه الى مسافات بعيده ومع ضمان عدم ارتفاع قيمه الوصل الى قيمه كبيره يصير فيها فقد للطاقه الكهربائيه اثناء عمليه النقل. ولكن مع الوصول الى المناطق السكنيه صعب ان مثلا الديفايسز اللي عندك في البيت يشتغل عند اكسترا هاي فولتج مثلا الانترنت مودم اللابتوب المكيفات التلفزيونات وهكذا هذين يشتغل عند نومينال فولتج مثلا بسيط من 220 فولت فبدهم يخفضوا في الجهد بالتدريج الى ميديوم فولتج الى لو فولتج وبعدها على اساس ان ندخلوا يعني الجهد المناسب للبيوت او المصانع على حسب في بعض المصانع يحظى في ميديوم فولتج فبالتالي على حسب الفولتج ليفل يتم حقن الجهد هذا في الحمل هذا. فلوزينا قرينا الكلام هذا قال essentially transformer consists of two or more windings coupled by mutual magnetic field if one of these windings or the primary is connected to the alternating voltage source an alternating flux will be produced in the core and links the other side of the wind making use of Faraday's law to induce the voltage in the secondary wind. في عندنا نحن two types of construction بالنسبة للترانسفورمر.
الكور تايب وشيل تايب. الكور تايب اللي هو تشوفوا فيه هنا قدامكم هذا عبارة عن الكويلز أو الويندينجز والملفوفات على الأوتر ليك، وبينما الشيل تايب حيكون الملفوفات على السنترال ليك. كل واحد له مزاياه له عيوبه. مثلا بالنسبة للكور تايب requires less insulation، حيكون في له insulation أقل بحكم أن الدائرة المغناطيسية متاعة مبسطة بشكل هذا، بينما insulation اللي هنا حيطلع insulation أكثر. ولكن مع الأسف على الماجناتيك الميكانيكال سترينث از لور، يعني القوة الميكانيكية له للتحمل الميكانيكي له يعني أقل من الشيل تايب نظرا لكبر الكور أو يعني القلب المغناطيسي للشيل تايب. هذا بالنسبة للتطبيقات تاع الترانسفورمر، يطبقوا فيه ترانسفورمر في الإلكترونكس وفي الباور، ولكن احنا ندرسوه عادة بحكم تخصصنا ندرسوه في الباور. هذا مثلا لو عندنا باور بلانت، الباور بلانت هذه ممكن تكون نيوكلير، ممكن تكون كول، ممكن تكون ويند، وهكذا. يتم رفع الجهد الى قيمة كبيرة يبعثوه الى مسافات بعيدة، وبعدين يبدأ يخفضوا فيه لعما يوصل لعند قيمة معينة مناسبة للبيت. يعني مثلا هذا السيستم تاع كندا 120 فولت، ولكن السيستم عندنا احنا هنا في الاردن في ليبيا في مصر 220 فولت. فبالتالي كل بلاد ولها الستاندرد بتاعها، ولكن هذا عبارة عن تبيكال، الأرقام هذين حقيقية. هذا فول ماونتد ترانسفورمر، مثلا هذا هاي باور ترانسفورمر، هنا هذا اللي هو تشوفوا فيه هذا ستيب اب ترانسفورمر لارج باور ترانسفورمر، وفي هذا فول ماونتد اللي هو ديستريبيوشن ترانسفورمر. ترانسفورمرز ار وايدلي يوزد ان باور ان لو باور ابلكيشنز سوتش از الكترونيك سيركتس اند كنترول سيركتس. طبعا عارفين الشيء هذا، الكترونيك سيركت على اساس يغير قيمة معينة في الامبليفاير وفي عملية الترانزستورات وهكي، وكذلك استعمل في الكنترول على أساس أنه يخفض أو يرفع قيمة الكنترول سيجنال وهكذا. بالنسبة لي أول ترانسفورمر حندرسون إحنا أنا اللي هو الايديال ترانسفورمر، المحول المثالي ايديال ترانسفورمر. الترانسفورمر هذا لا يوجد في الحياة العملية إطلاقا، يوجد فقط في مخيلتنا نحن بس. It exists only in our imagination. It doesn't exist in real life. طبعا الايديال ترانسفورمر تقول لي ليش نحن نستفيد منه ما دام اننا ليش ما ننتقلوش في البراكتيكال دغري؟ ما انت مش هتقدر تعمل نمذجه فيزيائيه للبراكتيكال ترانسفورمر الا لما تعرف الايديال ترانسفورمر، لانك انت البراكتيكال ترانسفورمر الكوفالنت سيركت بتاعه هتحتاج الى ترانسفورمر اكشن، هتحتاج الى بيور ترانسفورمر اكشن. هذا كيف تعبر عنه بايديال ترانسفورمر في منتصف البراكتيكال ترانسفورمر. الايديال ترانسفورمر مبني على اسامبشن فرضيات خارقة للعادة، منها مثلاً winding resistance is negligible، إهمال winding resistance. All flux، هنا all flux، all flux هذه فيها خطأ معلش. All the flux is confined to the core and links both windings. يعني leakage flux is negligible. جميع الflux اللي ماشي من هنا هيخترق الجهة الثانية بدون أي فيض متسرب في المنتصف. There are no losses in the core. ما فيش لا هيستريسس ولا إيدي كارنت ولا غيره. ليش؟ لأن the permeability of the core is so high. والله تقدر تقولنا it goes to infinity. The properties هذين are closely approached but never be actually attained in practical transformers. بالنسبة للpractical transformers إحنا كنا لو تذكروا إن نحنا نستعمله في open circuit والshort circuit test على أساس إن نحنا نوجدوا equivalent circuit parameters بتاعتها. هذين البرانش هذا على اساس يعبر عن الكور لوسز، والبرانش هذا على اساس يعبر عن الاي ام اللي هو يعمل في استابليشنج للفلكس داخل الكور، لان الفلكس ضروري يكون يعني ان فيز مع التيار. فبالتالي مش حيكون عندك انت ملف كومبينيشن ما بين ملف ومقاومه، حيكون عندك بيور اندكتور هنا على اساس ان التيار يطلع مع الفلكس على حسب قانون الفلكس لينكج. وهنا المقاومه هذه ضروري تكون قاعده للتعبير عن الكور لوسز الموجوده في الكور. هنا يعني الاوبن سيركت تيست هذه الدائره بتاعه يعطيك جهد وتيار وباور، تستخدم ان انت باستخدام في خبرتك في السيركت ثيوري في انك انت تحسب الار سي والاكس. بالنسبه للشورت سيركت تيست عكسه، تعمل شورت تيرمن على التيرمينالز هنا. بالنسبه للاوبن سيركت تيست بس كنا نحن نعمله فيه يفضل انك تعمل عند الريتد فولتج، ولكن هنا يفضل انك انت تعمل عند الريتد كرنت، لأن هنا شورت حيكون خطير جدا انك انت ترفع الجهد عند الريتد فولتج، حيسحب تيار اعلى بكثير من الريتد كرنت. فبالتالي تبدأ ترفع الجهد شوية بشوية مع عملية الشورت هذه على أساس أنك أنت تقرأ قيمة
التيار هذا الريتد من قريب قيمة الريتد ولا أراوند ريتد خلاص خذ القراءات بتاعت الباور والجهد وأطفي الترانسفورمر بتاعك وأبدأ أحسب في الار كوفلنت والاكس كوفلنت هذه الكوفلنت سيركت بتاعك. طبعا بالنسبة لنا نحن هنا الكوفلنت سيركت بارامترز حيكون ان ار 1 اكس 1 ار سي اكس ان اكس 2 وار 2 وفي بيناتهم ايديال ترانسفورمر شوف فيه هذا على اساس انه ايش يعبر عن الترانسفورمر اكشن ما بين البرايمري والسكندري هذين الويندنجز بتاعت السكندري هذين الويندنجز بتاعت البرايمري وهذا اللي هو الكور سيستم. تقدر انت تخليهن ريفير تو وان سايد ولا تقدر تخليهن انت اكثر اختصارا الى ار كوفلنت واكس كوفلنت تضمهم مع بعضهم بحكم ان البرانش هذا يسحب في تيار قليل جدا او اسف تيار نعم يسحب في تيار قليل جدا مقارنه بتيار الريت اللي ماشي للحمل. ايوه عندنا هنا طبعا هذا بالنسبه للبراكتيكال ترانسفورمر. انا المطلوب منك انك انت طبعا لو حليت انا اكزامبل عليه هياخذ مني حوالي نص ساعه حتكون محاضره فيري بورينج وحنهمله بعض الجوانب المهمه الاخرى. هي محاضره هذه ريفيو فقط تنشط لك الذاكره بتاعك انك انت تبدا تشتغل وتحاول انك انت قبل يوم الامتحان انك انت شويه تلم تحاول تقدر تلمها من ناحيه معلومات حول الموضوع هذا. تمام alright. هنا عندنا نحن بخصوص الاوتو ترانسفورمر الموضوع الاخر اللي بناخذه اللي هو الاوتو ترانسفورمر. الاوتو ترانسفورمر هو عباره عن سبيشال كونكشن للترانسفورمر يستخدم في رفع الكي في اي للترانسفورمر العادي. يعني الكي في اي في الحاله العاديه كانت هي تنتقل عن طريق الاندكشن فقط. يعني كانت الوايندنجز هذين اي بي وسي كانوا هيك بالشكل هذا تمام. هنا A مثلا هنا B وهذه هي نفسها B هنا C ركبوا هنا فوق بعضهم وخلاهم متصلات مع بعضهم physically connected يعني خلاهم متصلات. فالباور العادي تنتقل بمبدأ الاندكشن ومبدأ الكوندكشن مش مبدأ الاندكشن بس هنا مبدأ الاندكشن هنا تنتقل مبدأ الاندكشن في 2 winding transformer بينما هنا هتنتقل بمبدأ الكوندكشن زائد اندكشن. فبالتالي هترتفع الكي في اي الى قيمة كبيرة مع ثبوت قيمة اللوسز لان نحن ما غيرناش ترانسفورمر بس غيرنا الكونكشن بتاعك. مع ثبوت قيمة اللوسز وارتفاع قيمة الكي في اي ايش هيحصل للافشنسي؟ هترتفع الى قيمة عالية جدا. فهو من خواصه هو او يعني من يعني من الاغراض اللي خلوهن لانشاء الاوتو ترانسفورمر هو رفع قيمة الكفاءة بتاعها. بالنسبة للثري فيز ترانسفورمر اللي هو تشوف فيه قدامكم هنا هنا مثلا في عندنا ستار دلتا ولا دلتا ستار ولا دلتا دلتا ولا ستار ستار يعني اليوجوال كونكشن عندنا احنا هو دلتا ستار ولا ستار دلتا نظرا لان طبعا الستار دلتا هنا الدلتا يعتبر فلتر للزيرو سيكونس كومبوننت والستار هذا يعتبر يعني جود بروفايدر لايش للنيوترال بوينت هنا بحيث انك تقدر تجزء الجهد من لاين الى فيز بشكل ايزي وتقدر انت يعني تعمل ليميتيشن للجهد فروم فولتج تو جراوند بحيث انه لو ان الحمل جراوندد في الريسيفنج اند هيكون الفولتج ليميتد عليه. فبالتالي فور سيفتي ريزنز اند فور فلترنج ريزنز يفضل اللي هو الكونكشن هذا دلتا ستار لانه يوفر لك نيوترال بوينت وفي نفس الوقت يوفر لك فلتر للزيرو سيكونس كومبوننت والثير هارمونيك في للترانسفورمر. دلتا دلتا يستخدم حتى هو ومش خاطئ يستخدم ولكن يعني يعني خصوص النيوترال خصوص النيوترال بوند تفضل انك تاخذها من هنا من الستار. الستار ستار هذا يعني فيري رير انه هو يستخدم اقل نادرا جدا ما نشوف فيه في البراكتيكال نتوركس. أنا طبعاً أنت بالنسبة للأناليسز أصلاً تذكر بالنسبة للأناليسز أنت الثري فيز ترانسفورمر الأناليسز بتاعه سهل جداً راهو عبارة عن أنك أنت تغير الثري فيز ترانسفورمر هذا إلى سينجل فيز وتشتغل على أساس إنه سينجل فيز يعني ما فيش أي يعني صعوبة والله أي مسألة ثري فيز ترانسفورمر قدام لك غيرها من ثري فيز إلى سينجل فيز بس. عفواً هنا بالنسبة لتغيير من 3 فيز إلى سينجل فيز كيف أنت تغيرها؟ أول حاجة تثبت اللاين فولتج تثبت
اللاين فولتج سواء في جهه البرايمري او جهه السكندري وما تغيرش الستار بس غير الدلتا. غير الدلتا كيف؟ لو زد كوفلنت هنا قاعد في السكندري سايد اقسم على 3 والجهد ثبت اللاين فولتج واقسم الفيز فولتج على جذر 3 حيقعد عندك هنا في على 3 اي وهنا في على جذر 3 وحيقعد عندك انت الزد لود لو انه هو دلتا برضو اقسم على 3 ولكن الزد لود يعني نادرا ما يعطي فيه على قيمه قيمه مقاومه عدد او معاوقه يعطي فيه غالبا بقيمه باور فبالتالي سواء خليتها دلتا ولا صار هو نفس الكونسومشن يعني نفس الباور كونسومشن فبالتالي اللي ننصحك بها انك تثبت الجهد هنا وبعدها تجيب الفيس فولتج اقسم على جذر 3 وبعدها لو ان الزد كوفلنت هنا اقسمها على 3 لو انها هنا خليها زي ما هي او تقدر تنقلها بالترانسفورمر اكشن الى جهه ثانيه وتخليها زي ما هي. بعدها تجيب الترانزريشن الجديده اللي هي مش حتكون نفس هذه ان واحد الى ان اثنين لا حتكون هنا ان واحد الى ان اثنين على جذر 3 لانك انت قسمت اللاين فولتج لهنا على جذر 3 ولكن اعطيك انا صيغه اكثر اسمعها تو ممكن تسجلها في الورقه برايمري لاين تو لاين فولتج على السكندري لاين تو لاين فولتج احسن ها برايمري لاين تو لاين فولتج على السكندري لاين تو لاين فولتج يعني انت لو قسمت في على في على جذر 3 اي حيعطيك برضو ان واحد الى ان اثنين الى جذر 3 لاي حاله صار دلتا 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 صار اي حاله برايمري لاين تو لاين فولتج على السكندري line to line voltage. طبعا هذا تمشيط بس موضوع الفولتج ريجوليشن هو في نو لود ناقص في فول لود على في فول لود. الفولتج ريجوليشن هو انتظام الجهد من النو لود عند الفول لود. يفضل ان الجهد يكون ثابت مع تغير الاحمال يعني على اساس انه ما يتغيرش التيار اللي يسحب من اللود بسبب انخفاض الجهد. مع انخفاض الجهد وثبوت الباور حيرتفع التيار حيكون انسيف بالنسبه لللود وبالنسبه للواير اللي غذي في اللود. فبالتالي انك انت يفضل ان يعني يكون في انتظام الجهد الفولتج ريجوليشن كانديكيتر كل ما كان اقل كل ما كان احسن عكس الافشنسي كل ما كان اقل كل ما كان احسن. الفينو لود ناقص الفي فلود الفينو لود هو هو شنو هو نفس الفي سورس الفينو لود هو نفس الفي سورس يعني لو خليت الترانسفورمر انكبلد فروم اني لود حيكون الفي سورس هو نفس الفي لود الفينو لود حيكون عندك انا بي 1 حيساوي في 2 داش زائد اي 2 داش ار كوفلنت زائد جي I to dash في X equivalent هذين كلهم جمع اتجاهي مش جمع جبري راهو جمع اتجاهي ال V في اللود حيساوي ال V to rated أو الجهد الأبلايد على اللود حاليا فبالتالي أفضل للقيمة هذه ما فيش voltage regulation قيمة مثلا 90% ولا كذا هذا يدل علينا على عدم فهم الكونسبت بتاع voltage regulation voltage regulation كما كان أقل كما كان أحسن يتراوح voltage regulation acceptable بالنسبة للحياة العملية الى 6% يكون كويس acceptable 6% فولتج ريجوليشن كويس يعني انا مصمم ديستريبيوشن سيستم من قبل المشروع السكني في بنغازي وكنت حاط الرقم هذا يعني لما نحط الكروس سكشنال اريا بتاع الكيبل والسورس وايفريثينج قال احسب الفولتج ريجوليشن بطريقه ما يطلع لي قيمته اقل من 6% خلاص acceptable. بالنسبه للافشنسي اوتبوت باور على الانبوت باور الانبوت باور هي الريت باور بينما الانبوت باور هي الريت باور زائد اللوسز. اللوسز الموجوده في الترانسفورمر هي عباره عن كبر لوسز موجوده في الوايندينجز وكور لوسز اللي هن حكينا عليهم بدري اللي هن ينقسم الى هيستريسيس لوسز واي بي كرنت لوسز. لو دخلنا توا على دي سي ماشين بالنسبه للدي سي ماشين تم تسميتهم بالدي سي ماشين لان التغذيه بتاعهم دي سي او لانه يعطون في دي سي لو اننا نحن نحكو على جنريتور او يعني التغذيه بتاع دي سي لو اننا نحكو على موتر. الدي سي ماشينز لهن ابلكيشنز واجد في الروبوتكس في لهن ابلكيشن السي دي درايف اللي 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 يدور في السي دي لما تدخله في الكمبيوتر هذا يدور فيه دي سي موتر مثلا يعني العديد من التطبيقات في 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 الحياه العمليه يوجد فيهن دي سي موتورز او دي سي جنريتور على حسب. طبعا تطبيقات الدي سي جنريتور يعني في الوقت الحالي قاعدا اقل من تطبيقات الدي سي موتور. دي سي موتور تطبيقاتها اكثر. لو جينا نحن قرينا الكلام هذا electric machines converters that are used to continuously translate the electrical input to mechanical output or vice versa. The process of translation is known as electromechanical energy conversion. An electric machine
is therefore a link between the electric system and the mechanical system as shown in the figure below. طبعا عندنا هنا العزم والسرعة نظرها في الجهة الكهربائية جهد والتيار. التيار يتناسب مع العزم والجهد يتناسب مع السرعة. فبالتالي الموتورينج اكشن هو تغيير من طاقة كهربائية إلى طاقة ميكانيكية. والجنريشن اكشن تغيير من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية. تعطيه طاقة ميكانيكية يعطيه طاقة كهربائية والعكس بالنسبة للموتور. ضروري الرسمة هذه أنا أقول لكم أنها ناقصة. الرسمة هذه ناقصة. يعني عملية التحويل ما بين المغناطيك في الالكتريسيتي إلى ميكانيكال باور أو ميكانيكال باور إلى الالكتريسيتي ينقصها شيء يقولوا له الكابلينج فيلد. كابلينج فيلد. الكابلينج فيلد هذا هو يوفر الفيلد سيركت للسيستم بحيث أن هي تكمل دائرة الإلكترومغناطيك في السيستم تاعنا. بمعنى لو أننا نحن نبغى نغيره من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية، من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية، لو خذيت وير وقعدت تحرك فيه في الهواء إن شاء الله تحركه لعند بكرة والله ما هو محتاج جهد، مش هيحتاج فيه أي جهد، ولكن لو حركته في كابلينج فيلد أو ماغنتيك فيلد هيحتاج فيه جهد. فبالتالي ضروري يكون في كابلينج فيلد هنا بالشكل هذا على اساس انها تم عمليه الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن. الكابلينج فيلد هذا في الايذر دايركشن، حتى لو حولنا من طاقه كهربائيه الى طاقه ميكانيكيه، لو جبت واير ومررت فيه تيار برضه من هنا لعند صباح بكره والله ما هو متحرك الواير هذا ولا حيتحرك الكوندكتور هذا، ولكن لو مررت تيار داخل كوندكتور والكوندكتور هذا بليست في كابلينج فيلد ماجنتيك فيلد حيتحرك وحيكتسب ميكانيكال فورس. وهذا وهذا هو اللي هذه الرسمه اللي فعلا تعبر عن عمليه البروسيس بتاع الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن. هذه الرسمه هذه مور انفورماتيف. روجينا قرينا الكلام هذا قالك نوت ذات ذا تو سيستمز ان فيجر 1 الكتريكال اند ميكانيكال ار ديفرنت ان نيتشر. ان ذا الكتريكال سيستم ذا برايمري كوانتيتيز انفولفد ار فولتج اند كرنت، وايل ذا انالوجس كوانتيتيز ان ذا ميكانيكال سيستم ار تورك اند سبيد. The coupling medium of these different systems is the field. The current is considered as the load in the electrical system, while the torque is considered as the load in the mechanical system. In electrical machines, conversion of the energy from electrical to mechanical from or vice versa results in the following electromagnetism or electromagnetic phenomena. When a conductor moves in a magnetic field, لما يتحرك الموصل داخل مجال مغناطيسي, the voltage will be induced. سيحتس جهد. The voltage will be induced in the conductor. However, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences a mechanical force. هذا يقولوا له هذا يعبر عن الموتورينج اكشن، هذا يعبر عن الجنريشن اكشن. لاحظ معي هنا لو استخدمت قاعده اليد اليمنى هنا هتلقى ان الكوندكتور اذا تم تحريكه في مجال مغناطيسي داخل الورقه اتجاهها بشكل هذا هيحتاج فيه جهد البولاريتي بتاعه على حسب قاعده اليد اليمنى بلس ماينس هنا. العكس لو انك انت مرار التيار على حسب قاعده اليد اليمنى هنا داخل الكوندكتور وكان اتجاه الماجنتيك فيلد كروس يعني داخل الورقه او داخل السلايد بشكل هذا فحتكون ميكانيكال فورس اتجاهها هو اتجاه الابهام بتاع صبع اليد اليمنى او ابهام اليد اليمنى هيكون هذا هو الاتجاه بتاعها. بالنسبة للكونستركشن بتاع الالكتريك ماشينز او الدي سي ماشينز، الالكتريك ماشينز بصفة عامة تتكون من ستيتور وروتر. عضو ثابت وعضو دوار. العضو الثابت هذه طبعا صور هذين للدي سي ماشينز. بالنسبة للدي سي ماشين اللي تشوف فيها هذه
الارمتشر يكون بليست على الروتر والستيتر هو اللي يوفر لي الفيلد سيركت. الكابلنج فيلد يوفر فيه الستيتر او الفيلد سيركت. الارمتشر اللي هو العضو المنتج للطاقه او العضو الطاقه الكهربائيه حيكون ايش موجود هنا، حيكون قاعد هنا على الروتر. باغي تقول لي انت كيف ناخذ الكتريسيتي من جزء متحرك؟ نقول لك عن طريق البرشز هذينا. البرشز هذينا ينطلقن على الروتر وما يدورنش معه، فيمكن لك من انك انت تاخذ الكتريسيتي من جزء متحرك. تمام. الجهد المحتاج في الارمشر وايندنج في الاساس اي سي، لان نحن حكينا من قبل ان ما فيش دي سي فولتج انديوس ولا حتى كومبوننت دي سي كومبوننت فولتج انديوس. الانديوس فولتج حيكون بيور اي سي، ولكن اللي خارج من هنا حيكون دي سي. ليش؟ لان البرش هذه قاعده دائما في البوزيتيف سايد، والبرش هذه قاعده دائما في النيجاتيف سايد از يو سي ات هنا وهنا. تمام. فهي اللي متحركه هنا هذه هي الالترنيتنج، بينما الثابته عن طريق البرشز والكوميوتيتر حتكون ثابته، وحيوفر البرشز والكوميوتيتر كانه ميكانيكال ريكتيفاير للسيستم، يغير لي من اي سي الى دي سي بطريقه ميكانيكيه. The winding in which the voltage is induced is called armature winding. The winding through which the current is passing to produce the primary source of flux is called the field winding. Permanent magnets are used in some machines to provide the major source of flux. طبعا مرات يستخدم permanent magnets، ولكن المعلومة هذه أضافها للصدام، نحب نضيف عليها أن شنو أن permanent magnets يعني حيكون في عندك أنت constant flux في الحالة هذه. حيكون في limitation من ناحية الـ control of speed، من ناحية مثلا الـ induced voltage، من ناحية الـ يعني التحكم في الـ variables هذين الـ voltage، واللي هنا حيكون في limitation، لأنك أنت لو استخدمت permanent magnet الـ permanent magnet يظل في flux ثابت، ولكن لو استخدمت ferromagnetic material ملفوف عليها coil والcoil هذا connected to DC source هتقدر ترفع، أو variable DC source هتقدر ترفع وتنزل الجهد الأبلايد عليه والتيار اللي مار في الكويل، فبالتالي حيرتفع او يقل الفلكس اكوردنجلي. فالبرمننت ماجنت يستعمل في حالات الكونستانت فلكس ابلكيشن. زي ما قلنا احنا ان هذا هو الكونستراكشن، قال لك انا ذا فيلد وايندنج از بليست اون ذا ستيتور اند ارمتشر وايندنج از بليست اون ذا روتر. وجاوبنا نحن في محاضره الماشينز 2، جاوبنا نحن ليش يعني ليش الارمتشر وايندنج بليست، عكسنا في السينكرونس ماشين خليناها بليست على الروتر، الـ field winding والـ armature winding خليناها placed على الـ stator. طبعا بالنسبة للـ classification of DC machines، الـ DC machines يتم تصنيف سواء كان موتر أو generator، يتم تصنيف على حسب الـ connection متاعها. يعني في عندك أنت separately excited DC motor أو DC machine، في حالة أنك أنت عندك two sources يفضل أنك أنت تستخدم separately excited هذا، لأنه هو flexible to control و يعني تطبيقاتها سهلة جدا وسهل التحكم وسهل التشغيل. سيريس يستخدم في الهاي تورك ابليكيشن. سيريس اللي هو لما يقعد عندك، ايش معناه سيريس؟ يعني اول حاجة سيبريتلي اكسايتد يعني دائرة الفيلد مفصولة عن دائرة الارمتشر او الستيتر مفصول عن الروتر الكتريكالي، بينما هنا الروتر كونكتد ان سيريس مع الستيتر، او الفيلد سيركت الارمتشر سيركت كونكتد ان سيريس مع الفيلد سيركت. طبعا أفضل أنت أن الأرمتشر سيركت هي الروتر والفيلد سيركت هو الستيتر. الأرمتشر سيركت هي الروتر والفيلد سيركت هو الستيتر. السيريس موتور يستخدم في الهاي باور أبليكيشن. لو متذكر أنت والكيرف بتاع التورك سبيد كاركترستيك بتاع، تلقى أن العزم الكبير يكون عند اللو سبيد، فبالتالي يستعمل في الهيفي لود ستارتينج على يعني مش بالضرورة تكون سرعة عالية في حالة أنها تبي تدور هيفي فيري هيفي لود. يعني الشنط يستعمل بعض برضه يستعمل في بعض التطبيقات لرفع الأحمال، ولكن هو مش بقد السيرس موتر من ناحية التورك، ولكن هو تقدر تتحكم في السبيد عن طريق الفاريبل ريوستات هذه اللي هي تتحكم في قيمة التيار وتتحكم في قيمة الفلكس، فبالتالي يعني هتتحكم في قيمة التيار أو أسف السبيد أكوردنجلي. شنط معناها إيش؟ معناها دائرة الروتر انبرد مع دائرة الستيتر. كومباوند، الكومباوند في عندنا شورت شنط، شورت شنط وفي عندنا لونج شنط. سواء كان شورت شنط ولا لونج شنط، انا التصنيف اللي انا تريح له اكثر اللي هو كوميوليتيف وديفرنشال. كوميوليتيف شو معناها؟
يعني الفلكس اللي طالع من شنت وايندينج يكون مجموع جمعا مع الفلكس اللي طالع من سيريس وايندينج. والديفرنشال الفلكس اللي طالع من الشنت وايندينج طرح او ناقص السيريس وايندينج حيكون هو محصلة الفلكس اللي في الماشين اللي يعتمد عليها الماشين في الكابلنج. فبالتالي عندنا هنا الكوميوليتيف والديفرنشال exist in both long shunt or short shunt. يعني short shunt مرات يكون commutative with differential واللونج شنت مرات يكون commutative with differential. الكوميوليتيف يفضل انك انت تستخدمه كجنريتور لان حاصل جمع الفلكسز هذينا في حالة ما as the machine goes from no load to full load. يعني ما لما يبدأ فيه load هنا سحب الأحمال حينشأ عندي series flux حينجمع وحيؤيد سيؤيد الشنت flux وحيحسن في قيمة الفولتج ريجوليشن. ولكن لا يفضل في حالة الموتر اللي هو انك تستخدم كوميوليتيف. ليش؟ لان عندك انت الاوميجا هتساوي EA او الانديوس فولتج EA على KA في الفاي معلش هذه الفاي. تمام الفاي هذا اللي هو محصلة الجمع هذينا في حالة انك انت جمعت حتنقص من قيمة السبيد واجد. فيفضل انك انت بالنسبة للديفرنشال تستخدمه كموتر ديفرنشال كومباوند ماشين. يفضل ان هي انك انت لو تستخدم كومباوند موتر يفضل انك انت تستخدم ديفرنشال لان الديفرنشال مع ارتفاع الحمل الميكانيكي حيزداد السحب على السيرس وايندينج وحتنقص من قيمة الفلكس وحتعوض السبيد اكوردنجلي. النقص اللي صار فيها من الثقل الميكانيكي هيعوض النقص اللي يصير في الفلكس هنا لان هي تتناسب عكسيا مع الفلكس. فبالتالي الديفرنشال هنا يفضل انه يستخدم موتر والكوميوليتيف يفضل انك تستخدم جنريتور. لاحظ معايا حتى هنا لو انك تستخدم جنريتور الفولتج حينهار بعد فتره من سحب التيار. يعني هنا لو لاحظت معايا في الديفرنشال لاحظ الكيرف ان الجهد صار له كولابس بعد فترة بسيطة من الريتد ارماتشر كرنت بينما بعد زيادة سحبة التيار قد يكون اوفر كومباوند وقد يكون فلات كومباوند. يعني ما تقدر تخليه زيرو فولتج ريجوليشن ولا نيجاتيف فولتج ريجوليشن في حالة انك انت زاد قيمة التيار عندك. فبالتالي الكومباوند او الكوميوليتيف كاركترستيك اوف كومباوند دي سي جنريتور هذا دي سي جنريتور في حالة الكوميوليتيف هذين كلهم كوميوليتيف راهو هذين كلهم كوميوليتيف. في حالة الكوميوليتيف يفضل انك تستخدم كدي سي جنريتور لان مع زيادة سحب التيار حينهار عندي الديفرنشال كومباوند. فبالتالي ولكن اصلا بالنسبة للديفرنشال اصلا بالنسبة للموتر عكس ريت هنا السبيد ريجوليشن العلاقة ما بين السرعة هنا علاقة ما بين الجهد والتيار الارمشر هنا علاقة ما بين السرعة والعزم. لاحظ معايا مع زيادة العزم اي اي مع زيادة سحب التيار حيكون عندنا هنا السبيد ظلت ثابته او ممكن ترتفع مع زياده التيار او زياده العزم. فالديفرنشال كومباوند ممتاز جدا كموتر ابلكيشن ولذلك انا كاتب انها كوميوليتيف كومباوند از لايكلي تو بي يوزد از ذا جنريتور تو امبروف ذا فولتج ريجوليشن وايل ديفرنشال تايب از لايكلي تو بي يوزد از ذا موتور تو كومبنسيت سبيد ريجوليشن. ذا كيرف بيلو فور ذا جنريتور جاستيفاي ذس بوينت. نوت ذات ذا سيريس موتور از يوزد تو درايف ستارت هيفي لودز اند ذا كيرف clearly tells us this disadvantage اللي هي لاحظ معي هنا ان سيرس موتر حتى وان كانت السبيد لو ولكن العزم قيمتها كبيرة جدا فهو مناسب جدا لرفع الاحمال الثقيلة ولا يمكن انك تشغله او من ناحية السيفتي انك تشغله في حالة النولود لان في حالة النولود حيكون التورك او الارك والتورك حيكون صفر الديفلوب تورك حيكون قليل جدا فبالتالي السرعة حتكون تقريبا ماشية لعند المالا نهاية بالشكل هذا. فبالتالي لا يفضل انك انت تعمل الستارتنج في حاله النولود. بالنسبه للباور فلو عندك انت بالنسبه للجنريتور الدخل قدره الدخل او الانبوت باور هي الميكانيكال باور. الميكانيكال باور في الحاله هذه حتكون داخله وحيطريح عندنا انت الارمتشر لوسز او الحاجه تريح عندك هي الروتيشنال لوسز وبعدها تريح الالكتريكال لوسز اللي هنا ارمتشر لوسز والفيلد لوسز والسيريز فيلد لوسز بعدها تطلع البي اوت الالكتريكال. هنا بالنسبه للموتر العكس لو دخلت بي الكتريكال حت
تشريح السير فيلد وايندنج والشارب فيلد وايندنج لوسز والارمتشر لوسز، وبعدها هيطلع عن الروتيشنال لوسز. في لوسز ثانيه اللي هنا يقولوا لهم ستري لوسز، ولكن هذين هن الميجر لوسز، ميجر كومبوننتس اوف لوسز. الارقام هذين ما تاخذش عليهم واجد، يعني ممكن هذين تاخذهم ك بس تيبيكال، ولكن مش ديما تاخذ، ما تاخذهمش في الاعتبار في الكالكوليشنز. الكالكوليشنز تتطلب انك انت تحسب قيمه التيار وتضربها وتربعها وتضربها في المقام عشان تطلع قيمه دقيقه اكيرت هي الى فشل. تمام علينا. تو عندنا نحن بعد ما خلصنا المراجعه بتاعنا نبي ندخل تو. طبعا بالنسبه زي ما قلت لكم انتم الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن، الشابتر بتاع اللي قبل الشابتر بتاع الدي سي ماشين، هذا نظير الشابتر بتاع الماجنتيك سيركت. ما فيش كونسبت واجد، ولكن فيه فيديو مختصر في الشانل بتاعي على اليوتيوب اختصرت فيه الكلام بتاع. ففضلت اني انا نستغل بقيه وقت المحاضره في اني انا احنا نعرض المالتيبل تشويس ام سي كيو كويستشنز هذينا، الام سي كيوز هذينا، بحيث انك انت تعرف لو اني انا بنعمل امتحان الكفاءه انا حنجيب اسئله كفاءتك. يعني هذه من وجهه نظري، والله اعلم كيف حيجي هو الامتحان، ولكن انا نقول انه هو حيجي في الفاندمنتالز، مش حيجي في حاجه معقده ولا فكره تريك معينه ولا كذا، حيجي المفروض انه يجي في الفاندمنتالز. هل هو الطالب فعلا فاهم الفاندمنتالز هذين ولا لا؟ فهيك يفضل انه يقاس له الامتحان، لان مش لا يفضل في حاله امتحان الكفاءه انك تجيب امتحان صعب للطالب. الغرض مش ان احنا نميزه الطالب الممتاز عن الطالب الجيد عن هكي، ولكن الغرض ان احنا نعرف هل الدفعه هذه فاهمين الكونسبت هذين ولا لا. زي ما قلت لكم انتم بالنسبه للشابتر اللي انا رجعت من هذين النقاط المهمه اللي نشعر انها فعلا مهمه لل يعني فعلا مهمه للماده بتاعنا. وان شاء الله اي حد منكم يبي اي سؤال ممكن تبعث لي حتى بالواتساب، لو حد فاضي وقريبه من الريسورسز نجاوبك بشكل مباشر ان شاء الله. فبالتالي ما تنحرجش من السؤال، انت عندك من هنا لعند 29، انا عندي يوم 29 عندي يوم الامتحان، قصدي عندي يوم الامتحان محدد فيه الامتحان، الله اعلم انت محدد هو عند اليوم اللي حددوا فيه الامتحان، وانت تقدر تسالني اي سؤال وما فيش اي مشكله او هكي، فهمت كيف؟ ولكن هذا صعب بالاكزام، مش بالضروره حيجنك اسئله كيف، ولكن يعني ليتس جيت ان مثلا ممكن يسألوا في حاجاتك. وعلى كل حال عندك انت لو فاهم الكلام اللي حكيته في المحاضره هذه، انا متاكد انك انت حتجيب فول مارك في الـ في الـ في, الـ في امتحان الكفاءه. لو جينا احنا قضينا الكلام هذا، قال لك انا which of the following is heavily affected by the medium material، اي من هذه المعاملات او اي من هذه المتغيرات يتأثر بشكل كبير جدا بتغير الوسط المادي. هل الفلكس يتأثر بشكل كبير او الفلكس دنسيتي او الماجنتيك فيلد انتنسيتي؟ لو جينا احنا خلينا في الماجنتيك سيركت، لاحظ معايا ان الفاي هذا هيمشي ويخترق الماجنتيك سيركت، وبعد يطلع من الاير جاب تقريبا يعني هيكون نفسه، يعني بإهمال الليكج فلكس هوكي تقريبا هيكون نفسه، فمش هيتأثر بشكل كبير. والبي هيكون تبعا للفاي، لأن يعتمد عليه، يعني البي هتساوي فاي على اي، فبالتالي هيكون تبعا ده، فهذا هو اللي هيتأثر. الجواب هيكون هو هذا الجواب الصحيح، هو هذا، لأن كانك تطلع حتى في المعادلة HCLC زائد HGLG هيساوي الMMF HCLC زائد HGLG في المعادلة التحليلية اللي نستخدمها فيها في تحليل السم بالماجنتيك سيركت، لو متذكرها HGLG هيساوي هذا كله، هيساوي الMMF اللي استخدمتها في استثارة القالب الحديدي هذا MMF. طبعا هنا لاحظ معي ان فرق هنا HG وهنا HC، يعني H core H C لا يساوي H G، H core لا يساوي ال H gap أو H air gap. فبالتالي عندنا هنا اللي تأثر بالماتيريال ميديوم هو شدة المجال المغناطيسي أو الماجنتيك فيلد انتنسيتي. In DC machines
The tool which is developed, يبقى هذا هو الجواب الصحيح. هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة لي السؤال الأول. هذا هو الجواب الصحيح. In DC machines, the torque which is developed by mainly by Lorentz force is العزم المنشأ عن طريق Lorentz force. يقولوا له shaft torque ولا electromagnetic torque ولا mechanical torque. قطعا لن يكون هو shaft torque ولن يكون هو mechanical torque. هيكون هو electromagnetic torque. ليش؟ لأن الميكانيكال تورك، الميكانيكال تورك هو اللي ناتج من قوة ميكانيكية، مش قوة كهرومغناطيسية. البي في الال في الاي اللي هو يعبر عنها لورنتس، ولكن يعني الميكانيكال تورك يعبر عن إيش؟ يعبر عن القوة الميكانيكية اللي ناتجة من يعني إنثال بيدروب مثلا في الجاس تربين، ناتجة من قوة رياح، ناتجة من هبوب الرياح، ناتجة من شلالات نياجارا هذين المحطة اللي غادي مثلا، ناتجة من حرارة نتاع مفاعل نووي، وهكذا ينتج عنها تمدد وعزم ميكانيكي. ولكن العزم الكهرومغناطيسي هو الناتج من تفاعل التيار مع الفلكس في يعني انشاء قوة مغناطيسية دي ال اي حتساوي اف الكترومغناطيك. فيبقى الجواب الصحيح هو الالكترومغناطيك تورك. Voltage induced in the armature winding of DC machine is الجهد المحتف في DC machine شنو هو؟ هل هو AC ولا DC؟ هو في الواقع AC. هو في الواقع AC. ليش؟ لأن يعني هو في الواقع AC لأن لا يوجد عندنا جهد إطلاق DC. بكيف في DC قلنا نحن حكيناها بدري نيع DC عن طريق البرشز والكوميوتيتور يحول الجهد من الجزء المتحرك إلى الجزء الثابت، ويحول الجهد من alternating إلى constant أو DC voltage. برضو الخيار الثالث هذا مش وارد. ليش؟ لأن AC voltage contains DC component، لأن ما فيش جهد محتف ويكون في DC component أصلا، ويكون في DC أصلا، يعني جهد محتف in defined by DC. لو أن الفلكس في DC component حيتم إلغاءها بالdifferentiation، فبالتالي حيكون AC voltage. The speed of the DC motor is dangerously high when التيار أو آسف سرعة DC motor حتكون عالية جدا، حتكون عالية جدا حتكون عالية جدا ناتجة من إيش؟ ناتجة من أول حاجة connecting the field circuit ولا disconnecting the armature circuit ولا disconnecting of the field circuit. لو رجعنا نحن المعادلة متاعنا متاع الأوميجا هتساوي EA على KA في الفاي. على KA في الفاي هتلاحظ أن السرعة تتناسب عكسيا مع الفلكس، فمع disconnection of the flux field flux هتكون السرعة ما لا نهاية أو تكون very dangerously high. هيكون هل connecting the field circuit؟ No، هذا غلط. هل disconnecting the armature circuit؟ لا. ليش؟ لأن disconnection of the armature circuit هيخلي السبيد صفر، وفي البسط قاعد هنا، هيبقى disconnecting the field circuit اللي هو يخلي الفلكس صفر هو الجواب الصحيح متاعنا. disconnecting or disconnection of the field circuit هذا هو الجواب الصحيح متاعنا. الأخرى in DC generators، DC shunt generator، DC shunt generator عملية بناء الـ MMF أو بناء الـ EMF، آسف، عملية بناء الـ EMF كيف تتم؟ تتم عن طريق إيش؟ عن طريق شروط معينة قضيناها من قبل في الكورس نذكركم بهن هنا. الشروط المعينة هنا أول حاجة residual magnetism presence in the magnetic system and shall aid the applied magnetism. يعني ضروري يكون عندك residual magnetism، ومفروض أنها هي تضاف إضافة إلى الـ applied magnetism. والله الـ field resistance shall be less than critical field resistance. والله all of the above. طبعا لو أنك أنت اخترت هذا بس هتقعد هامل الشرط هذا اللي هو الـ field resistance should be less than critical field resistance، لأنه لو أنها هي أعلى لو أنها هي أعلى من الـ critical field resistance على حسب الماجنتايزيشن كيرف هتكون هنا، فهتكون نقطة التقاطع هنا، مش هتوفر لي جهد
كيف، ولكن لو انها هي اقل من الكريتيكال فيلد ريزيستنس هتكون هذه نقطة التقاطع بتاعك او التشغيل، هتوفر جهد كافي. هذه العلاقة ما بين الاي والاي، هذه العلاقة ما بين الاي والاي، الاي اف والاي اف. فبالتالي عندك هنا هيكون انك انت الجواب بتاعك all of the above، لان يعني لا يكفي ان يكون عندك انت ريزيدوال ماجنتيزم بس اللي هي هذه، لا يكفي ان يكون عندك انت ريزيدوال ماجنتيزم بس، ولكن يكفي كذلك ان، ولكن اضافه الى ذلك ضروري يكون انك الكريتيكال فيلد ريزيستنس، الفيلد ريزيستنس must be less than critical field resistance على اساس انك انت يعني توصل لل يعني توصل للجهد اللي هو تطمح له في بناء القوة الدافعة المغناطيسية في الشنط جنريتور. هنا عندنا the voltage induced in the armature winding of the DC machine is، هذا طبعا خليناه من بدري هو حيكون HAC voltage. The wave wound armature winding is suitable for، في عندنا أصلاً في عندنا نوعين من الأرمشر وايندينج، في عندنا ويف ووند وفي عندنا لاب ووند، في عندنا ويف ووند في عندنا لاب ووند. اللاب ووند number of parallel paths equals of the number of coils، ولكن في بالنسبة للويف ووند number of parallel paths is always 2، فحيكون عندنا suitable for H for high voltage low current application، حيكون الجواب بتاعنا High voltage, low current application. فأنت ممكن إنك أنت تتذكرها يعني wave هنا V و high voltage VV. أنا تمام، هذا العامل المشترك بين high voltage وال wave إن هي suitable for high voltage application. والباقي والآخر عكسها خلاص، هذه حتكون عكسها. تمام، فهو ال wave wound armature winding suitable for high voltage low current application. The ideal transformer exists in only in our imaginations، والله in real life and also in our imaginations، والله only in real life مستحيل يكون موجود في الحياة العملية، هو موجود فقط في التخيلات بتاعتنا في الأسامبشنز الفرضيات اللي نحن عملناها. Three phase transformer usual connection is delta delta star delta ولا star star. الأكثر شيوعا فيهن هو star delta، وشرحنا على الأسباب بتاعتها بدري اللي هن حيكون فلتر دي zero sequence component، ويعني حيكون كذلك فلتر zero sequence component وحيوفر point neutral point وهكذا. Advantages of auto transformer: higher KVA، higher efficiency، ولا all of the above. طبعا هو ما دام انه هو higher KVA ومع ثبوت losses، لان نحن ما غيرناش transformer غيرنا connection بتاعه بس، هيكون عندنا all of the above، higher efficiency and higher KVA. هذا هو حيكون الخيار بتاعنا، حيكون all of the above. The condition for occurrence of maximum efficiency in transformer is core losses equal the copper losses، core losses equal the copper losses، والله hysteresis losses equal the eddy current loss، والله output power equal input power. لا يوجد الحالة هذه إطلاقا، هذه حالة هذه كروس عدل عليها من البداية، لا يوجد الحالة هذه أبدا في البراكتيكال ترانسفورمر. وفي اثبات رياضي يثبت انها هي الخيار هذا، اثبات رياضي هذا موجود في الكتاب بتاع سن. اختصار الوقت ممكن تراجع الاثبات هذا على اساس انك انت تعرف كيف العمليه هذه اللي هي الكور لوسز ليش فعلا يساوي ان الكبر لوسز في حاله الماكسيمم افشنسي، هي عمليه رياضيه عشان الاجابه قيمه عظمى تفاضل الداله بتاع الافشنسي وتساويها بزيرو يطلع عندك
الكور لوسز يساوي الكفر لوسز، هذا هو الخيار متاعنا، هذا هو الخيار الصحيح متاعنا. تمام. ان ترانسفورمر دلتا دلتا اوبريشن ان دي كونكشن، اذا كان عندك انت ترانسفورمر دلتا دلتا ويشتغل بالدي كونكشن، ذا باور ديليفرد عن طريق الدي كونكشن هذا ايه 58% اوف ذا لود باور، ولا 78% اوف ذا لود باور، ولا 67% اوف ذا لود باور. ما دام ان احنا نشتغل على الدي كونكشن فاحنا خسرنا واحد من الفيزز، هو كان دلتا، هو كان دلتا، كان دلتا بالشكل هذا، خسرنا الجزء الاحمر منه بعد الدي كونكشن، فهو حيكون حوالي 60% او 58% الباور ماشيه للود. هو الخيار بتاعنا، هذا هو الخيار بتاعنا صحيح، وفي له إثبات رياضي بسيط جدا عبارة عن خطوتين رياضية يعني تعرف منهم أن يعني ليش القيمة هذه بالذات العدد اللي هي مع يعني نقصان قيمة التيار بقيمة واحد على جذر ثلاثة هي اللي انشأت عندنا 58% من قيمة الباور، لأن الفيز كارنت هنا حيكون هو نفس اللاين كارنت في حالة الدي كونكشن، الفيز كارنت حيكون نفس اللاين كارنت، فبالتالي هتنقص الباور بنسبة 58%. تمام. وبذلك أشكركم على حسن الاستماع وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وياريت لما قلت لكم أنتم خذوا المحاضرة هذه كأنها موتيفيشن بالنسبة لك، أنا حاولت أني نحكي فيها اللي نقدر نحكيه يعني، وركزت على النقاط المهمة وخليتها ساعة بالعاني بحيث أن الطالب ما يملش وهو يستمع لها، في نفس الوقت شنو تركز على الأشياء المهمة جدا، فبالتالي يا ريت أنت تستمع المحاضرة هذه وتاخذ الكونسبت اللي فيها بشكل جيد، وأي حاجة تحس أنها ضيق بالنسبة لك والله تحس أنك أنت مازال في عندك ويكنس فيها ممكن أنك أنت يعني تراسلني مباشرة. زي ما قلنا إحنا أن غطينا شابتر الماجناتيك سيركت، غطينا شابتر دي سي ماشين، غطينا شابتر ترانسفورمر، الشابتر 3 اللي هو الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن في عليه اختصار على في اليوتيوب شانل بتاعه، وعلى على ذلك هو اعاده ريبرودكشن ولا ريبرودكشن للكونسبت الموضوع في الماجناتيك سيركت، فلو انك تفهم الماجناتيك سيركت تعمل ما فيش خوف عليك بخصوص فبالتالي يا ريت تراجع المحاضره هذه مهمه وراجع النقاط اللي انا ركزت لك عليهم، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وزي ما قلت لكم انتم يعني في حالة عندك أي سؤال don't hesitate to send me email or WhatsApp message، إن شاء الله بإذن الله نحاول نفيدك بقدر الإمكان. شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله ترفعوا رؤوسنا في امتحان الكفاءة، وجزاكم الله خيرا، في أمان الله.